الأستاذ المالكي مع الأستاذ المالكي يريد أو سيتدخل في موضوع التغيرات المناخية وتحديات الأمن المائي والغذائي والبيئي، ولا شك أنه سوف يتحفنا بمستجداته في مجال الدراسات الجيوستراتيجية على مستوى الأمن القومي في هذه المجالات. وشكرا، تفضل الأستاذ. شكرا أستاذنا الفاضل محمد أنفلوس، نحن سعداء جدا بأن تتواجد بيننا، وأنتم خير داعم ومواكب لأنشطة يعني الباحثين الشباب، ومنه هذا الملتقى العربي الرقمي حول جغرافية المناخ، والذي كشف تشعب القضايا التي تتمخض عن هذه التغيرات المناخية المتسارعة. سعيد أيضا أن أتدخل إلى جانب زملائي الأفاضل في هذه الجلسة، الأستاذة نادية مشوري، الأستاذة هند فتاح، الأستاذ محمد رزقي، وبطبيعة الحال أستاذنا الفاضل محمد أنفلوس. إذن من هذه القضايا أنفلوس بقى مبغاش تفرض لك صافي يعني صافي ولفتي أنفلوس خلينا كنت ولفتي يا سير دخلته بشكل متأخر يا أستاذ معليش معليش لا هذه هو شوف هذا باش نرسو الروتين ما أنا بحال الله يحفظكم الله يطول النصح ديالكم. إذا من بين هذه القضايا هي يعني تحديات الأمن المائي والغذائي والبيئي، ف طبعا الحال أنا أستاذ شعبة الجغرافية كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط جامعة محمد الخامس، غني عن التعريف، مختبر الله يحفظكم أستاذ الله يطول لي عمرك، عضو مختبر جامعة التراب التاريخ والتراث، وباحث في الجغرافيا السياسية والقضايا الجيوستراتيجية، ومن هنا رغبتي في تقديم هذا الموضوع. إذن كما تعلمون البلدان المغاربية والعربية تواجهوا تبعات وآثار التغيرات المناخية المتفاقمة والمتسارعة بما يهدد بشكل مباشر أمنها المائي والغذائي والبيئي، ويفسر موقع الجغرافي لهذا البلدان العربية على شريط عرضي يهيمن عليه الجفاف، وتشكل الصحراء الكبرى حدوده الجنوبية والسواحل المتوسطية الشمالية متنفسة على الرطوبة النسبية، بالتحديد يعني بلدان شمال إفريقيا. وستحاول هذا المداخلة التالية استعراض تعقيد التغيرات المناخية لتحديات الأمن المائي والغذائي والبيئي بالمغرب على سبيل المثال. طبعا الحالة هذه بعد المعطيات ديال منظمة الأغذية والزراعة العالمية حول مخاطر الجوع والنقص التغذوي عبر العالم، وهنا الشاهد أن إفريقيا التي الآن في 2019 قدر مجموع المعنيين بهذه المخاطر 250 مليون نسمة، أي 36% من مجموع المعنيين في العالم، ولكن توقعات 2030 سيتضاعف هذا الرقم إلى 433 مليون، وسيصبح أزيد من 51% يواجهون هذه المخاطر بطبيعه الحال. من بين اسبابها المتعدده توجد التغيرات المناخيه. سانطلق في هذه المداخله من المفاهيم الاساسيه وفي مقدمتها التغيرات المناخيه التي تحدث عنها الاساتذه بما يكفي طيله هذا الملتقى، لن افصل فيها كثيرا وبحكم يعني لست يعني من اهل التخصص، الاساتذه الافاضل يعني شرح بما يكفي وقدموا الطبيعية التي تجري يعني على ملايين سنوات مئات آلاف سنوات، ولكن المناخية المتسارعة التي تسرع وتيرتها الأنشطة البشرية خاصة ارتفاع الغازات الدافئة. إذن مفهوم أكثر تداولاً في الدراسات الأمنية فهو العمل على التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي فإنه يعني قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ على كيانها المستقل
وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي يرونها معادية. فالحد الأدنى للأمن هو المحافظة على البقاء. الأمن المائي، الأمن المائي يجسد القدرة، حاولت أن أقدم التعريف شخصيا، يجسد القدرة على التوفير المستمر طيلة أيام السنة وساعات اليوم للمياه الصالحة للشرب لجميع جهات البلاد وأفراد المجتمع، تتضمن شروط السلامة الصحية. وفي المقام الثاني توفير الماء الضروري لتحقيق متطلبات التنمية وتشغيل قطاعات اقتصادية المختلفة الفلاحية والصناعية والخدماتية. وبدأنا نسمع في السنوات الأخيرة عن بعض انقطاعات، انقطاع الماء الشرب في بعض المناطق بما فيها مناطق حدائق، أو تغير في لون أو رائحة الماء في بعض النقاط في بعض السنوات في بعض الفترات، وخاصة منها يعني في الصيف حينما تصل حقينة السدود إلى حدودها الدنيا. فيما يتعلق بالأمن الغذائي، فهنا أيضا خلال الملتقى الوطني السابع للجغرافيين الشباب حول حماية وتثمين المنتوجات المجالية وتدبير رهانات، يعني تدبير الأزمات ورهانات تدبير الأزمات، منعقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية وبتعاون مع شعبة الجغرافية المحمدية، ولكن أيضا مختبر دينامية المجالات والمجتمعات التي بلوس، والذي يعتبر أول مختبر حصل على الاعتماد العلمي، وهي مناسبة أيضا أن أهنئ الأستاذ ومنه إلى جميع الأساتذة الأفاضل في شعبة الجغرافية بالمحمدية على هذا المكتسب، الاعتماد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني سينيريستي الذي نعتز به جميعا. إذن الأمن الغذائي في نظري هو القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لجميع المواطنين في الحاضر والمستقبل بأسعار مقبولة وجودة صحية آمنة وخريطة فلاحية تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتحقيق الاستقلالية عن مضاربات الأسواق العالمية ومراعاة المخاطر الطبيعية والأزمات الدولية. مثلا الآن الأزمة الدولية بين أو العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وروسيا وأوكرانيا خاصة من بين أول البلدان المصدرة للمنتجات الغذائية وفي مقدمتها الحبوب، الآن في حرب وتم تعطيل آلية التصدير في أوكرانيا لأن موانئها مغلقة، وثبت أن معظم الدول العربية ومن بينها المغرب تعتمد بنسبة متفاوتة على صادرات هذه البلدان، خاصة مادة القمح الأساسية، وما تسبب في ارتفاع دولي لأسعار هذه المنتجات، وتحفظ بعض البلدان عن تصدير نوع المنتجات لإعطاء الأولوية لبلدانها والاكتفائها الذاتي. إذن بالإضافة إلى تعزيز بنيات التخزين الاستراتيجي وحماية قطع المشية وصون البذور المحلية، البذور المحلية التي هي للأسف في يعني تراجع مستمر بطبيعة الحال، حينما نتحدث مع المتخصصين يقولون أن يعني البذور الجديدة هي إنتاجيتها عالية جدا ولا تقارن من ناحية الكمية بالبذور المحلية، ولكن نتساءل من الناحية النوعية عن جودة هذا منتجات هذه البذور، عن قابليتها لإعادة البذر، يعني حينما استعمل بذورا يعني منتقات وأحصل على ذلك المنتوج، هل بإمكاني استعمال جديد لهذه البذور أو علي أن ألجأ مرة أخرى لهذه البذور، ما مدى تأقلمها مع الظروف يعني ظروف الجفاف سواء في المزروعات أو في المغروسات. وأيضا تقديم الدعم الممكن للبلدان المتضررة، دبلوماسية الغداء مثلا المغرب في علاقته بالبلدان الإفريقية. مفهوم الأمن البيئي ومفهوم أساسي أيضا في حقل العلاقات الدولية والدراسات الأمنية، وما يعرف بالأمن البيئي Environmental Security،
الذي ارتبط بتصاعد تهديدات البيئية على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يشكل خطرا على الوسط الطبيعي الإنسان والكائنات. وهناك عدة تعريفات حسب المعهد الدولي لبحوث السلام، فهو تحرر من الدمار البيئي ومن ذات الموارد، كما يوجد تعريف آخر لإليزابيث تشالسكي أنه يعكس قدرة أمة أو مجتمع على مقاومة ندرة الثروات البيئية والمخاطر البيئية والتغيرات المضادة أو التوترات وصراعات ذات صلة بالبيئة. ولكن وجدت أن اللجنة المشتركة للأمن البيئي في روسيا أعطت تعريف صراحة في العمق ومتشعب، باعتبار أن الأمن البيئي لا ينفصل عن الأمن القومي في إطار اجتماع عقدته منذ سنة 1994. وعليه فالأمن البيئي حسب الدولة الروسية هو حماية الطبيعة والبيئة والمصالح الحيوية للمواطنين والمجتمع والدولة من التأثيرات الداخلية وكذلك من الاتجاهات السلبية في عملية التنمية التي تهدد صحة الإنسان والتنوع البيولوجي وأداء النظم الإيكولوجية المستديمة، والتي قد تؤثر على استمرارية الحضور البشري. إذن وضعية مناخية صعبة بالبلدان المغاربية والعربية، فبدون اعتبار حتى التغيرات المناخية وبسبب موقعها الجغرافي، تواجه هذه البلدان التي تقف على بوابة الصحراء الكبرى أصلا وضعية مناخية صعبة، يطغى عليها طول الفترة الجافة وقصر الفترة الماطرة، مع ضعف وتركز تساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة ونسب التبخر، كما تشاهدون مثلا هنا بلدان شمال إفريقيا وبلدان الشرق الأوسط، يعني المطلة في الشمال على البحر الأبيض المتوسط وفي الحدود الجنوبية الصحراء الكبرى. وتكفي هذه صور يعني الأقمار الصناعية حتى توضح هيمنة يعني المجالات الصحراوية والمجالات الجافة والشبه الجافة على نسبة عالية من جغرافية هذه البلدان، وبقى فقط شريط ضيق يطل على المجال المتوسط هو الذي يتضمن رطوبة نسبية، حتى أن العديد من البلدان الحمد لله مثلا بالنسبة للمغرب جميع المنابع المائية تنبع في المغرب وتصب في المغرب، ما تقولوا قليل مداوم ولا ما كاينش كاع، ولكن بلدان أخرى تقع رهينة مصادر مياه آتية من يعني من عالية خارج البلدان، وأذكر على سبيل المثال مصر ونهر النيل. مصر ذات ساكنة 100 مليون نسمة وثقل ديموغرافي كبير، والآن يعني السد العالي يشكل مخاطر على هذا البلد. نتمنى أن تتوصل هذه البلدان لصيغة توافقية تضمن مصالح جميع الشعوب الشقيقة. وأيضا في الشرق الأوسط فمنابع يعني تأتي من أهم المنابع تأتي من تركيا، وتركيا أيضا هناك البلدان من هذا التحكم في صبيب المياه الآتية من هناك. إذن هذه فقط بعض الأمثلة في هذا الاتجاه، يعني تشاهدون أن النطاق المتوسطي هو ضيق جدا، عبارة عن شريط ضيق في شمال البلدان يعني بلدان شمال إفريقيا وغرب يعني البلدان بعض بلدان البحر الأبيض المتوسط التي تطل على هذه الواجهة البحرية، وهذا الشريط أيضا في تراجع ويصعد نحو الشمال بسبب هذه التغيرات المناخية. هنا دليل آخر على تواضع معدلات تساقطات يعني في ليبيا مثلا، إذا موريتانيا في منطقة يعني ساحلية من وادي بو 17 منطقة يعني جميلة كمتوسط التساقطات السنوية، أيضا في ليبيا تواجه أيضا مشكل يعني مشكل مائي كبير، يبقى نسبيا أهمية التساقطات بكل من المغرب وتونس. طيب وتشاهدون يعني هذا أن الشريط دائما هناك عاملين
العامل يعني موقع العرض شريط المطل على البحر الأبيض المتوسط هو أهم رطوبة، بحيث أحيانا هناك نقاط تصل فيها التساقطات إلى 1000 ملم أو ما يزيد. والعامل الثاني هو الارتفاع الطبوغرافي، وهذا يلعب بالأكثر لصالح المغرب، سلاسل جبلية، جبال الريف، الأطلس المتوسط، الأطلس الكبير الشرقي، الأطلس الكبير الأوسط، والأطلس الكبير يعني الغربي، وأيضا الأطلس الصغير. تتفاقم هذه الوضعية الصعبة بسبب تسارع وتيرة التغيرات المناخية والزيادة الديموغرافية المرتفعة وتحول أنماط العيش والاستهلاك وتضاعف احتياجات قطاعات اقتصادية مختلفة. التنافس على الماء والموارد، ساكنة العالم العربي انتقلت من أقل من 75 مليون نسمة سنة 1950 إلى ما يزيد عن 400 مليون نسمة حاليا بطبيعة الحال، فاحتياجاتها أيضا تزايدت. هنا أعطي بعض مؤشرات تغيرات مناخية المجال المتوسطي وتراجع الموارد المائية بالمغرب. فمعدلات الحرارة ارتفعت ب 1.1 عن نظيرتها المسجلة قبل الثورة الصناعية، ويتوقع تزايدها ب 2.2 درجة سنة 2040 و 3.8 درجة من نهاية القرن. فقط هنا للإشارة، هناك سيناريوهات متعددة، هناك سيناريو أدنى، سيناريو متوسط، وسيناريو الكارثي. ويقدر تقلص حجم تساقطات المطرية السنوية داخل المغرب ب 20% في ظرف أقل من 60 سنة 1960-2018، يقابل ارتفاع معدلات الحرارة ب 1.5 درجة، توقع تناقص التساقطات ب 15% في أفق سنة 2050، مع مراعاة تباينات سنوية وتعدد السيناريوهات الممكنة، لأن بين الفينة والأخرى تظهر يعني سنوات بتساقطات مطرية مهمة. في المقابل شهد نصيب الفرد المغربي من الماء تراجع مستمر وواضح، منتقلا من 2115 متر مكعب لكل نسمة سنة 1962 إلى 700 متر مكعب حاليا. إذن من 2115 متر مكعب إلى 700 متر مكعب، الرقم هو معبر جدا، وسيكون في تراجع، خاصة بسبب يعني النمو الديموغرافي. احنا كنعرفوا ان يعني في 1960 واحد 11 مليون نسمة، احنا دابا 35 ولا 36 مليون نسمة، فحتى العامل الديموغرافي يلعب دورا في هذا المجال. هنا مقتطف من تقرير أعدته الأمم المتحدة سنة 2019 حول تقييم تأثيرات تغيرات يعني في المياه المتاحة على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فيفيد بأن عامل المناخ والموارد المائية يظل مؤثرا في نجاح أو فشل المواسم في لحية بالمغرب، خاصة وأن 93% من مساحة البلاد تحت مناخ جاف، و 80% منها بمعدل تساقط سنوي أقل من 250 ملم، بمعنى أن أقل من 250 ملم لا يسمح بإقامة زراعات غير يعني غير مسقية، زراعات بورية، خاصة في الصحراء الممتدة في الجنوب الشرقي وجنوب المملكة. ويبقى إنتاج الحبوب خير دليل على ارتباط التساقطات المطرية بالإنتاج. فمثلا في سنة بين مزدوجتين مطيرة أو في موسم فلاحي جيد، يبلغ الانتاج 10 ديال المليون طن مثلا في 2016-2017، في السنه المباشره التي سبقتها 3.4 مليون طن، اي من 34 مليون قنطار الى 102 مليون قنطار. هذه غير بين سنتين موسمين فلاحيين متجاورين، يعني بثلاثه اضعاف. يعني هذا التذبذب الكبير جدا يعكس ما يحصل في بقية الزراعات، خاصة السقيفة، ويحتاج إلى موارد مائية، كما شاهدنا هذه السنة تراجع كبير في حقينة مياه، وصنفت أنها من سنوات الأصعب منذ سنة 1981 لولا الحمد لله تساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال هذا بداية هذا الأسبوع حتى اليوم الخامس، من يوم الاثنين إلى يوم الخامس، التي أعادت نسبيا الأمال وعززت من نسبيا من حقنة السدود، لكن حسب آخر معطيات فهي تقل بشكل واضح وجلي عن نفس الفترة من السنة الماضية. إذن بعض المؤشرات النوعية والميدانية حول التغيرات المناخية والمخاطر البيئية، هنا أرقام عامة حول المغرب 710 ألف يعني
850 كيلومتر مربع، عدد القطعان ديال الماشية أزيد من 3 مليون الأبقار، 20 مليون ديال الأغنام، حوالي 6 مليون ديال الماعز، مساحة يعني الصالحة الزراعية 9 ملايين هكتار، منها 19% مسقية، يعني السقي بالمغرب تجاوز واحد 1.5 مليون هكتار مسقي. هنا بعد مثلا في خلال البحث الذي قمت به حول حوض غيغاية بالأطلس الكبير الغربي، وقفت على بعض الأمثلة الميدانية، مثلا أشجار الكرز التي كانت يعني تغرس في منخفض آسني واحد 1000 متر ديال الارتفاع، كانت ممكنة غراسة هذه الأشجار الكرز في هذا الارتفاع في العقود السابقة، ولكن حاليا شهدت ارتقاء طبوغرافي، لم يعد ممكنا أن يتم مراستها على هذه العتبة، لأنها تتطلب يعني ساعات عتبات معينة من ساعات البرودة خلال السنة، ونفس الشيء يحصل الآن مع غراسة التفاح وأشجار الجوز التي تفر نحو عالية الجبل لتبحث عن هاد ساعات برودة كافية. إذن هذه من بين المظاهر. شهدنا أيضا اختفاء شبه كلي لسلسلة الصبار بمختلف جهات ومناطق المغرب لأسباب غامضة، يعني التحريات المنجزة أشارت للحشرة القرمزية، ولكن أعتقد أن تختفي سلسلة كاملة إنتاجية كاملة، واللي هي الصبار خاصة التثمين دياله في إنتاج الزيوت وبعض المستحضرات، وإسهامه في تشغيل عدد كبير من اليد العاملة في المدن والبوادي إلى آخره، وأيضا استعماله أيضا كأعلاف في بعض المناطق يحتاج وقفة يعني حقيقية وعميقة وتواصلا كبيرا، وليس المرور عليه مرور الكراب. بعده مباشرة شهدنا هذه السنة بعض حالات اختفاء النحل من بعض المناحل بعدة مناطق مغربية بشكل فجائي. المكتب الوطني للسلامة الصحية المنتجات الغذائية يقوم بالتحريات الضرورية بمدينة الرباط، ربما لين ضواحي مدينة الرباط، يعني تم رصد تراجع كبير في أعداد وأنواع الفراشات، وأصبح ظهورها نادرا جدا، واعتبر ذلك بمؤشر بيئي خطير. دعوني أخبركم، يعني أنا شخصيا ازددت في هذه المنطقة التي أتحدث عنها في داخل مدينة الرباط، وكانت لعبتنا المفضلة في الطفولة هي صيد هذه الفراشات، كانت بأعداد كبيرة وبألوان مختلفة، ونتحدث عن أسماء مختلفة الفراشات. في نفس النقطة الفراشات لم تعد للأسف الشديد تظهر، وهذا عند دارسي البيئة لابد للأساتذة الأفاضل الذين سبقوني يعرفون أن هذا مؤشر بيئي، هذا تواجد الفراشات من غيابها وفرارها هو مؤشر بيئي. أيضا من خلال بعض اللقاءات مع بعض يعني الكسبة يعني يفيدون بارتفاع نسب موت داخل قطعان الأغنام في السنوات الأخيرة، ويقولوا أن في مثلا في عقود سابقة لم يكونوا في حاجة إلى أدوية أو يعني لقاحات مثلا للحفاظ على سلامة القطيع، ولكن الآن أصبح هذا القطيع هشا، لست أدري إن كانت هي فقط حالات معزولة أو أنها حالات منتشرة. دائما في إطار يعني هذا النباتات ديال الصبار وفق معطيات منظمة الأمم المتحدة، هذا كان يغطي 120 ألف هكتار، وكل عام كانت تزرع منه أكثر من 4000 نبتة، وعرف دينامية كبيرة صراحة، وكانت تستخرج منهم مجموعة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، لكن ظهرت الحشرة القرمزية أو الكشني بالمغرب في أواخر سنة 2014 وهي متخصصة في الصبار، وتلحق يعني خسائر مهمة حيث تمتص سوائله مما يؤدي إلى جفافه وموته في حالة شدة الإصابة. من الناحية المالية كلف استيراد القمح خزينة الدولة ما يعادل يعني 1783 مليون درهم، منها ما يعني سدد بالأورو ومنها ما سدد بالدولار، وهي العملات صعبة. كلف استيراد
السكر الخام أو المكرر أزيد من 4625 مليون درهم دفعت بالدولار، وكلف استيراد الذرة ما يفوق 3804 مليون درهم، وسددت أيضا بالدولار. إذن أختم بمتطلبات تدبير تحديات الأمن المائي والغذائي والبيئي بأربعة أسس. الأساس الأول هو تكييف السياسات المائية مع خريطة جديدة للاستعمالات الأساسية، الماء شارو في يعني في الأساس والصناعة، وتقليص استعمالات الكمالية مثل القطاع السياحي اللي يعني أصلا بعد سنوات وباء كورونا أو بسبب بعض الأحداث الأمنية التي تقع في العالم، نجد أحواض السباحة بمراكش التي تقع في مجال يعني شبه جاف، وفي الجنوب الشرقي نحن أيضا نتوفر على هذا يعني هذا الطرف في أننا يكون عندنا أحواض سباحة. نجد ملاعب الجولف على مساحات شاسعة مثلا في الحوز، يعني عدد مهم جدا لملاعب الجولف، وتعرفوا الجولف خصو واحد الغطاء ديال العشب الأخضر مستمر ويتم سقيه، ويمكن السؤدري دائم يعني الإمكانيات إما استعمال مياه أخرى معالجة مستعملة أو استبدال العشب بعشب اصطناعي. الذهاب في هذا الاتجاه مثل ما يعني يحدث في ملاعب الكرة. نزيد أيضا سقي العشب الأخضر الذي يكون في 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 شوارع المدن. في المقابل المغرب يعني شرع منذ مدة طويلة مثلا في مدينتي طرفايا وبوزدور سنة 1976 في بناء محطات لتحلية المياه، العيون محطتين سنة 1995، أكادير محطة سنة 2018، والدار البيضاء يعني محطة سنة 2020. وأعتقد أن هذه محطات مياه تحلية مياه البحار التي وصلت إلى الدار البيضاء من بين مؤشرات الخصائص المائي والتدبير السياقي المغرب لعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمال وأحواض تجميع مياه تساقطات المطار. بعض الأحيان تحدث تساقطات المطار فقط في البحر وتضيع معينة صناعة أحواض كبرى لتجميع هذه المياه. الأساس الثاني هو الصراحة هو عبارة عن مشروع مؤلف جماعي تم الإعلان عنه أخيرا، واستغل هذه المناسبة لدعوة الباحثين الجغرافيين للمساهمة فيه، ويدعو إلى مراجعة خريطة الإنتاج الفلاحي لتستجيب لوضعية خصص مائي وما تفرضه التغيرات المناخية من تركيز على المزروعات الرئيسية الأقل استهلاكا للماء وتقليص زراعات تكميلية مستهلكة للماء. يعني كاين زراعة ديال الأفوكا، كاين زراعة ديال توت الأرض، كاين زراعة الدلاع مثلا بزاقورة والحوامض بسوس، رغم يعني الفرشة المائية تعرضت لاستنزاف شديد جدا. تقليص تصدير المزروعات أكثر اعتمادا على الماء نحو بلدان الوفرة الطماطم والحوامض. الحمد لله المغرب اقتصاد الوطني الآن أصبحت له يعني منتجات أخرى ليصدرها في صناعة السيارات، صناعة يعني بعض مكونات الطائرات، تصدير الأسمدة إلى آخره، وتعوده وتعفيه من استمرار في تصدير كميات هائلة من الطماطم والحوامض التي تستهلك المياه نحو بلدان الوفرة، نحو بلدان أوروبا اللي هي أصلا عندها وفرة في الماء، واستعادة الزراعات الحضارية التي قضى عليها يعني التوسع العمراني للمدن. الأساس الثالث تطوير قدرات تخزين استراتيجي المياه، الحفظ من التوحل والتبخر، والمواد الغذائية والحبوب والأعلاف على مدى عدة سنوات. يعني تأتي سنوات الوفرة توفر فرصا والسلم أيضا، وتوفر فرصا للتخزين، ولكن يعني حاليا حينما نسمع عن هذا المخزون نسمع أنه لعدة أشهر، أما المخزون الاستراتيجي ينبغي أن يكون خمس سنوات أو ما يزيد. الأساس الرابع، وهنا أختم وأتمنى لا أكون قد تجاوزت يعني الوقت المتاح لي، هو تطوير البحث العلمي والتقني واستعمال التكنولوجيات الحديثة الأكثر اقتصادا للماء، والبذور المقاومة لجفاف الماء، وهيكلية التربة، وربما بدائل أخرى تأتي في إطار النقاش. وشكرا جزيلا على تتبعكم.
شكرا جزيلا للأستاذ موسى الملكي على هذا العرض القيم، والذي هو في الحقيقة حاول الإحاطة بالأبعاد الأمنية للقطاعات الحيوية الثلاثة مع وأثار التغيرات المناخية، البعد الأمني على المستوى الغذائي وعلى المستوى المائي وعلى المستوى البيئي، كان ينقصك فقط الأمن الصحي. الأمن الصحي الذي تطرق له أستاذنا الفاضل محمد الفلوس، وصراحة أنا لا أجد مناسبة إلا وأدعو الباحثين للاهتمام بهذا التخصص، إن شفتو كاين في الريادة ديالو، ولكن خص معكم الباحثين والطلبة باش يكون عندنا وفرة واكتفاء في هذا التخصص. شكرا 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 جزيلا أستاذ على هذه الإحاطة، كما عودتنا الجادة والهادفة، والتي استطعت من خلالها أن تبحر بنا على مستوى نطاق البحر الأبيض المتوسط والبلدان العربية، والتركيز على الأوضاع الأمن المائي والغذائي والبيئي على الصعيد الوطني. أنا أتمنى غاليا مبادراتك الحميدة وعلى مستويات متعددة، وأخص بالذكر على مستوى مسارات البحث الجديدة على مستوى الجيوبوليتيك والمسائل المرتبطة بحماية المستحقات والحقوق الوطنية للمغرب، دفاعا عن الفكر ونماء الفكر الجغرافي المتنور. أشكرك من جديد على هذه المداخلة القيمة، ولا شك أن الطبع مواد هذه الجلسات وهذه الدورة سوف يساعد على توفير مادة ودعامة أساسية للباحثين الشباب لتقديم المزيد من الأبحاث وصبر المزيد من المسارات المستجدة. تحية للجميع، وأفتح الباب.